مساء الخير، مساء الفل والياسمين، مساء الانوار للناس كاع اللي راكم في الدار، ريحوا لما راكم في سويعه لايف، والناس اللي راح تقرا بون كوراج، الناس اللي راح تخدم ربي يعاونكم، مي الناس اللي راهم في الدار ريحوا وين ما راكم، ما عندكم وين تروحوا، راكم في سويعه لايف. سويعه لايف مشاهدينا الكرام، البرنامج الجديد هذا اللي يجيكم دائما عربعة، واللي من خلاله ثاني تقدروا تتصلوا بنا من خلال الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه. انا نرحب بكم، نرحب بزملائي كذلك. مرحبا بك كرام، وبك كريم، وبكم مشاهدينا الكرام، من راكم تتابعوا فينا نقول لكم ونرجع نذكركم انه لازم تتصلوا بنا على رقم الظاهر اسفل الشاشه اللي هو 0237394 اذا حابين تتواصلوا معنا ومع زميلي كريم. اللي هو مساء الخير عليكم جمهورنا العزيز، وانا بحب رحب بكل جمهور الجزائري اللي عم يشوفنا عبر قناه الشروق ببرنامج سويعه لايف، وايضا حابب رحب بالناس اللي من خارج الجزائر اللي عم يشوفونا، ان كان الجاليه الجزائريه او اهالينا ببلدان المشرق في سوريا ولبنان وفي كل البلدان. انا بعرف انه في كثير ناس عم يتابعونا من هنيك، بنتشكركم لمتابعتكم، وان شاء الله تستمتعوا معنا بمواضيعنا اليوم ان شاء الله. انا اليوم بغيت نهضر مع جمهورنا الكبير والعزيز والرائع، نقول لكم لازم تركزوا معنا شويه في المواضيع اللي راح نطرحوهم الان، ولكن واش نديروا، نتفاهموا مع جمهورنا باللي كل ما نكملوا موضوع راح نستقبلوا اتصال ونسيو نتكلموا في الموضوع اللي هضرنا فيه، باش يركزوا معنا في المواضيع اللي نقدموهم ونحاولوا انه نفيدوكم ونستفادوا منهم. اول موضوع اليوم خاص باكرام، اليوم جاتنا اكرام بسكايب، وموضوع جد جد مهم يهم سيدات الاعمال. اكزاكتومون، سيدات الاعمال ولا الاعمال الحره عند المراه. منال، كريم ميموت وكريم بوباكور، اسمعوني مليح باش تشوفوا باللي المراه نسمعوا سيدي راهي يعني في تطور عمود المجتمع خاصه. اكزاكتومون، الموضوع تاع اليوم كما سبقت وقالت زميلتي منال انه نهضروا على العمل المراه ولا العمل الحر للمراه ولا خاص بالمرأة، وين يعد هذا العمل أو العمل الحر، نقولوا العمل من المنزل، يعني مش مشترط تروح للبيرو تاعك ولا للمكتب تاعك باش تخدم خدمتك. دونك العمل من المنزل للنساء هو البديل الأمثل عندما تضطر المرأة العاملة باش توفق بين المنزل والبرة، يعني بين الخدمة تاعها ودارها ومسؤوليتها داخل دارها، والعمل هدايا يكون جينيرالمون داخل الدار، أي العمل يكون اونلاين. دونك اون لاين، يعني تخيل لي بوست اللي تقدر تخدمهم اونلاين. اكزاكتومون اكزاكتومون، وكاين بزاف لي بوست، يعني لا بليبار تاع لي بوست دوكا ولا تقدري تخدميهم في الدار، خاصة في مرحلة ما من حياة المرأة، يعني سورتو كي تتزوج ويولي عندها دراري، دونك الي اوبليجي هي تساعد الراجل على كلها، ما تخرج من الدار. اكزاكتومون، شفتي كيفاش كيخدم؟ هذا راهو مع التصديره، راهو يا درا. دونك هذه المرحله من حياتها نلقاو بزاف نساء، ولا توافقوني الراي سورتو انت منال كمراه، نشوفوا بزاف نساء غير يتزوجوا ويجيبوا دراري يحبسوا الخدمه تاعهم ويقعدوا في الدار باش يلتاو بولادهم، وكاين نساء ثاني وين لازم عليهم يروحوا يخدموا، يقول لهم ربي يعاونكم ان شاء الله وربي معاكم، لكن توجور يكون عندهم هذاك المشكل تاع التواصل مع اولادهم. دونك ما كاش كيما العمل الحر ولا العمل داخل المنزل ولا العمل اونلاين. كما قلت لكم، بدلا ان تتخلى المراه على هذا العمل تاعها اللي كانت تخدمه، يعني تقدر تخدمه داخل دارها ودير الموازنه بين المسؤوليات برا والمسؤوليات داخل دارها، اي ما تلقى حتى مشكل مع هذا. نفس على ريزو سوسيو كما قلتي، في المواقع باغ اكزومبل تقدر تفتح اون باج وتخدم كما قلتي من الدار. اكزاكتومون، شكون لي بوست تقدر تخدمهم؟ كي تقول لك انا سوي ليسونسي جو بريفير نخرج نتعرف على العالم الخارجي. لي بوست اللي تقدر تخدمهم باغ اكزومبل لو ماركتينغ دو ريزو، لو بيزنس اون لين ولا اون لاين، يعني اللي تقدر تخدمهم في دارها بالبيسي تاعها، يعني واش يلزم لها؟ يلزم لها برك ان بيسي في الدار تقعد تخصص هذاك الوقت وتقدر تخدم خدمتها كيما نقولوا بارفيتمون. مي دوكا ثاني دخلت حاجه جديده اللي هي ولينا نشوفوا الناس بزاف ولات تحب تروح فاكونس، مي الكونجي ما كاش، دونك تقدر تخدم نو تقدر تخدم الخدمه تاعها وهي اون فاكونس. هذا الشيء اللي رانا نشوفوه بزاف عند النساء ولا المراه دوكا اللي تحب تطور توجور من روحها وتحب توجور توفق بين المسؤوليه اللي تكون في دارها والمسؤوليه اللي تكون برا، اي لا ريسبونسابيلتي داخل الدار ولا ريسبونسابيلتي برا في الخدمه تاعها ولا في البوست تاعها. دونك حنا من خلال هذا الموضوع حبينا نخيروا يعني وحده من لي جون في الجيريان لي لونس
لونسات في هذا الدومين، يعني لونسات في الدومين تاع لو بيزنس اون لين ولا لو ماركتينغ دو ريزو. دونك هي اون جون الجيريان اللي تقيم حاليا في فرنسا، لكن اكتوالمون راهي في اليكونت اون اسبان باش دير الخدمه تاعها هذه. دونك راح تكون معنا فيما بعد عبر تقنيه سكايب ولا عبر تقنيه زوم. انا قبل ما نستقبلوها عبر هذه التقنيه ولا في اتصال مباشر، نسقسي منال يعني كيفاش تشوف، اني جايه لكم انتم بالتالي نسقسي منال يعني كيفاش تشوف هذه الخدمه، اسكو توي بور اسكو توي كونتر ولا تشوفيها حاجه مليحه يعني للمراه؟ هي من خلال مجتمعنا حاجه مليحه ومجتمعات عموما كما قلتي الكرام. هذه الخدمه ما ولاتش فقط محليه في الجزائر، وكما قلتي هذه جزائريه مقيمه في الخارج تسعى انها تفرض نفسها. انا معك انا بالي في مع لا ريجيت نشوف اسكو لابيل وجدت ولا لا. لا مازال صح مازال كتهضر في بوان مليح. لو بيان كيما قلتي انه كي تخدمي في الدار لافونتاج سي كو تقدري ديري بزاف حاجات، وكاين بزاف لي زالجيريان في مواقع التواصل الاجتماعي ما قلت لك لي زانفلونسوز مي السيدات اللي حبوا يبرزوا في هذا المجال، انها تكون تقرا مش شرط فقط تكون ليسونسي كما قرايتها ولا راحت ليترونجي، تكون في الجزائر عادي تكون تقرا وفي نفس الوقت تفرض نفسها من خلال اهتماماتها، مش شرط يكون عنده علاقه باختصاصها الدراسي ولا بزواجها، حتى يكون خارج اختصاصها. صح انا انتم معليش ندخل ندخل روحي؟ بيان سور اكرام ومنال معليش ندخل روحنا. تفضل هيا تخطر هما النساء كيما هاكي والسوجي تاعهم ما يخرجش قد دخل روحك. انا نو انا حبيت نزيد اضافه باللي بالك بزاف نساء دوكا راهم يشوفوا فينا هم يقولوا مي انا اون لين ما بزاف هذه التقنيه ولا هذه الحاجه جديده على الناس. شوفوا معاطف جوستومون كاين خدمات في الدار وين يقدروا النساء يخدموا في الدار اعمال حره بلا مشي اون لين، مي يقدروا الخياطه اللي قالوا كاين هذا لو بوان من بكري كان كاين، مي دوكا لافونتاج سي كي ولا اون لين باش الناس يتعرفوا عليها. اكزاكتومون دوك حنا رانا نهضروا با اكزومبل في الخدمات الكبار با اكزومبل البيزنس اي تو كانت المراه ولا الرجل لازم يقدروا يخرجوا، مي دوكا ولا اون لين كيما قلت لكم حتكون معنا حاضره الان وحاليا بلابليكاسيون زوم لا جون الجيريان اللي لونسات في هذا الدومين صابرينا بن شوبان اللي معنا en direct d'Oka Fi l'émission suit à live. Sabrina, bonsoir. Mam Snake. Allô, allô. Bonsoir Sabrina. Sabrina. Je pense que Maïch Sma Fila. Je pense Maïch Sma. Je vous parle avec داخل مع المخرج تاعنا امير وفريق الاعداد. دونك انا حين نعاودوا الاتصال بها بالك الصوت ما كانش يلحق. دونك كما قلنا رانا نخدموا نهضروا حنا على الخدمات الكبار باغ اكزومبل البيزنس والماركتينغ وحوايج بزاف باغ اكزومبل كاين دي مارك اللي يكونوا في ليترونجي يجي واحد ولا باغ اكزومبل مانال ولا تقدر تلونسي هذاك لا مارك رانا اللي حابه نفتح ثاني فرع في الجزائر دونك تقدر تخدمها باغ اكزومبل اون لين بلا ما تقعد ديبلاسي وتروح من ومن. هو كريم راه يحكي على النقطه انها تبدا صغيره وتكبر وخاصه اون لين يعني لازمها فورماسيون لازم لها تعرف لي ريزو سوسيو لازم تعرف اكشوالمون يا دي فورماسيون في الجزائر جو بونس اللي علموا كيفاش تتعامل مع لي ريزو سوسيو. هما كي نهضروا هكا ماشي صعاب يعني اون لين هذه بالك كاين اللي ما عندهاش تجربه ولا غير تسمع اون لين تخاف تقول لك هي حاجه سهله سامبل ماشي صعيبه بزاف. صح وهلا خاصه كمان بعد الكوفيد كل العالم صارت تشتغل اون لين. صح صح انا بشوف انه هي نقطه ايجابيه انه نخف يخف عدد الزحمه بالمدن الكبيره العالم تصير تقعد ببيتها تشتغل. يعني ممكن بكره اكون عم اشتغل معكم من سكايب انا ممكن ما اكون موجود حتى شركه جوجل كانت بعد قبل الكوفيد كانت عندها مباني ضخمه في بزاف مناطق وين عندها بزاف خدامين يخدموا في هذوك المباني كي جا الكوفيد رسلوا خدامين تاعهم يخدموا في الدار اون لين بلا ما يجوا للخدمه والان لما الكوفيد ولا جوجل صابت روحها بلي رابحه بزاف دراهم على الكريه تاع اللي كان دي ديميسيون داروا اون لين الناس عجبتها هذه تاع خدمه من الدار نحن نخدموا من الدار كامل يعني صح كما قال كريم ميهو خاصه في فتره كورونا وين شفنا حتى البيع والشراء اون لين ولا يعني في الجزائر لا فيغيتي نحبوا ولا نكرهوا هذه الثقافه ما كانش عندنا بزاف تاع نخلصوا بلاكارت ونشروا اون لين سوغ لي باج في
في سيت سورتو اللي نشوفوا فيهم كاين بزاف نساء جزائريات امبيلونسي ولي مارك تاعهم في سيت او ليو انستغرام ولا فيسبوك ولا بلي باج سور في لي ديسكوسيون تقدر تكوموندي دونك اكزاكتومون دونك هذا هو الحاجه المليحه واوسي كما قلت ونعاود انه تقدر يكون الشخص هذاك ولا المراه هذيا اون فاكونس وتقدر تخدم خدمتها يعني لافونتاج في هذا الدومين هذايا انه انت تكون ليبر ما تكونش زعما مرتبط بكاش حاجه لازم تروح لهذيك البلاصه على الربعه لازم يكون تما باغ اكزومبل مي عندك لو شو حتى اكرام ما يحتاجش راس مال كبير باش تبدا يعني تقدر راس مال صغير تبدا ما تسيبش عوائق كيما من لازم تكري حانوت ولازم تجيب خدامين لازم بي سي وتحط انترنت ضمن الاتصال راه واجد على ما نشوف فيها الاتصال واجد مشاهدينا الكرام حتى تعاود تكون معنا عبر تقنيه زوم لا بلابليكاسيون زوم صابرينا بن شوبان بونسوار صابرينا بيان بونسوار ميرسي بوكو دو ماكيير اوجوردي سي فري كو سي بيزار ما نشوف حتى واحد غير الفوتو جو سي با كومون مو فوا مي ان تري سي ان اونور ديتر لا سيت ابري ميدي سو سوار فرانشمون ميرسي بوكو اي بونسوار ا تو لي تيليسبيكتاتور ميرسي صابرينا دونك صابرينا كنا نهضروا على هذا الدومين تاع البيزنس اون لين ولا لو ماركتينغ دو ريزو اللي انت اكتويلمون تو تي لونسي فيه دوكا وراكي تخدمي فيه اكتويلمون راكي في اليكونت اون فاكونس اي تو ترافاي اون ميم تون في هذا الدومين تاعك ولا هذا لو ماركتينغ دونك بور كومونسي سي تو بو نو راكونتي تون هيستوار داكور Malala, je suis Sabrina, j'ai 25 ans et mes parents d'ados qui sont d'ailleurs au Rafal américain, d'autres américains, jusqu'à mes âges de, jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, on a déménagé à Paris, mais la couverte, très, au Rhin, je suis Faransa. Et j'ai fait une licence commerce international, classe spécialité de la mode. Et juste après la licence, je suis assistante commerciale. Et ensuite, j'ai évolué ou l'été responsable commercial export l'architecture d'un parc de luxe. C'était un bon boulot, c'était un gros boulot. Une heure et demie, deux heures, ben, je fais le trajet, ben, je fais le traitement. À 9h, je mets à 19h, 20h et 2h ensuite pour rentrer sur le bar. Et j'aimais beaucoup, c'était bien. On fait le plus, ça vient pas le bon, c'était un bon boulot et tout. Et ensuite, après le Covid, on m'a écrit sur Instagram pour me dire même chouïa, ou je suis en train en ligne, avant même à le Covid, ou le télétravail et tout, pour nous faire l'attente. On dit un iPhone, c'est presque le prix d'une voiture, ou je suis en train de dire bien, je suis en train de drive chouïa, tu vois, parce qu'il y a plein de choses à faire. كنت نخمم جي سي دو فورمي نشوف في يوتيوب ونشوف جي سي صح جو سي جامي تو فوا اي ان جور مي كري في انستغرام نقولوا لي فوالا كاين ان بيزنس هكذا اون لين اش حبيتي تبداي قلت اوكي جو كومونس مي هو سي سي فريمون كام سان سو سي با خلاص جي كيتي الخدمه تاعي اي اونسيت جا الكوفيد جا الكوفيد اي خلاص بلو تراجي في الدار نخدم البيجاما j'ai fait ça, mais là, il faut dire les deux. Donc, c'est vrai que mal, le premier confinement, surtout le premier qu'elle a eu quand même, hein, donc j'étais à Nourjo et tout, et je me disais, bon, finalement, elle dit le temps. Moi, je me disais, ben, est-ce qu'une rate fraîche? Est-ce qu'une chose Netflix? Est-ce que je me plains? Ou là, je me sers de ce temps pour faire quelque chose. Très bien. Et donc, j'ai gagné le temps libre, peut-être mal à le business, en plus, mais là, comme ça. Et en plus, après le traitement, je continue à mon business, contre les Zooms, on donne les formations et tout. Et 8 mois après, ben, la fille octobre, donc ça fait un an, j'ai quitté le traitement TAE, donc en tant que salarié, ou rané que en business en ligne depuis un an. Ou donc ça fait un mois, je suis bon. Le birth fait Paris, j'ai la chance de travailler avec ça et la Wi-Fi. وي نقدر نخدم على قلت نجي لاليكونت اروحي الجزائر صبرينا قال لك اروحي الجزائر تخدمي En plus, c'est ce que je me suis dit, tu as dit, tu es Zaire, pourquoi je ne suis pas là pour me faire Zaire En plus, Mazel Khana, Mazel Hajbab ou Khana, donc. Mazel Hajbab. Exactement. Donc, Olili Sabrina, justement, pourquoi tu t'es lancée dans ce domaine spécialement Franchement, bon, on est dans le domaine du coup du bien-être, la nutrition, la remise en forme. Pourquoi je me suis lancée ça La vérité, c'était vraiment par hasard. Hein. C'était pas, j'ai pas pensé pendant des mois.
J'ai pas eu peur de me lancer. Hein. Bah, tous les messages, je suis est-ce que t'es prête pour gagner. J'ai plus à gagner qu'à perdre en banni de chauffe, mais ça s'est vraiment fait par hasard. J'ai laissé l'opportunité se présenter à moi pour le Juktop. Donc, pourquoi j'ai reçu avec le message, j'ai accepté. Mais il y a pas, c'est juste par curiosité. Finalement, là, Ousmane, la vie, elle a bien fait les choses. Très bien, très bien. Donc, justement, là, qui roule la vie, elle a bien fait les choses. Qui fait qu'un début à Akiane? Donc, au début, je savais, elle a belle, j'allais gagner, même pas un salaire, elle a belle, j'allais gagner 20 euros ou là. Et comment ça s'est passé? Bon, on m'a formée. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Parce que finalement, quand tu travailles en ligne, la chance, c'est que t'as pas des charges, t'as pas, le local, j'ai pas grand chose à perdre. Finalement, la seule chose que j'ai à perdre, c'est belle éclairée, la série Netflix Manchoufa. Ça donne la tête. Donc, je me dis, c'est tout. Donc, ça s'est bien passé, hein, finalement. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai découvert un nouveau milieu. Elle m'a coaché gagner après dans le milieu. Je ne savais pas, en ligne, je ne savais pas. Elle a pour moi, c'est tout, c'est ça la vie. Qui est comme tout le monde, ou qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, le domaine, le marketing en ligne ou les réseaux? Qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui? Ça m'a apporté une beaucoup d'argent, bien sûr. Une belle vie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Rabbi yzidlek, inshallah. Alhamdoulilah, inshallah. Donc franchement, qu'est-ce que ça m'a apporté au-delà de Draham, au-delà de Khidma et tout? Déjà, je suis une nouvelle personne. Hein. Je ne suis plus avec les gens qui ont fait le Khidma. Voilà, l'entourage, c'est Bedel. Anna, c'est Bedel. Si je pense plus de la même manière, mais je ne sais pas le cours du jour de la semaine. Mais je n'ai pas le stress, je suis en train de faire ma patronne, ou je suis en retard, qui veut me faire, ou je suis en train de faire. Non, je n'ai plus à la jamais, donc ce que ça m'a apporté, c'est une légèreté, elle dit la paix. C'est la plus belle des choses qu'on peut avoir au-delà de Draham et tout. Donc franchement, ça m'a apporté une paix, je ne suis plus la même, je suis en train de faire, parce que c'est pour moi. Je sais que de façon, en train de faire, c'est que pour moi, même si j'ai un patron. Mais là, c'est pour moi, mais là, tout le temps, j'apprends des nouvelles choses, j'apprends. La vie, mais je ne suis pas à avant, hein. Pour moi, avant, c'est Khadmi, c'est ça, Khadmi, dis-moi. Bréthin Saksik, est-ce que cette Khadmi en ligne m'a fait que je suis fainéante? Pas du tout. نو سي كيسيون بالك واحد يقول بلي كي تالمون في الدار هكذاك ومن بعد ما يوليش ينوض بكري يولي شويه يعجز ما يوليش تعود عندها استقلاليه فوالا باش نعرفوا اسكو تخليك فني انا ولا كونترير فرانشمون سي لو بياج سي لو بياج باسكو با صح واحد ما يروحش لازمش ينوض بكري بون انا جو مو ريفي الوغ كو جو فو انا نوض على 6:30 7:00 mais c'est vrai que quand j'ai quitté le khadma taï, quand on m'a dit 9h, 10h, parce que nous avons beaucoup d'années sur le khadma taï, on n'a pas fait le khadma. Donc c'est vrai que tu peux commencer à être finiana, tu te dis manchred, tu crois aller toujours du pyjama et tout, tu regardes plus la montre et tu te perds hein, entre la vie perso et la vie professionnelle. Donc ça peut être le piège, mais واحد لازم toujours y avoir معنا, tu t'organises. Il faut s'organiser, c'est sûr. Sabrina, il y a une SBZF, Michoufou Doukafina, Michoufou Fulhadra Taak, Amisimaou Fulhadra Taak. Donc, Belakam Habin Yibdaou. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut réussir et commencer de rien pour être libre? Bien sûr. Donc, pour moi, on peut tout faire dans la vie. Hein. Et pourquoi il y a plein de gens qui ne se lancent pas dans le beau vraiment? Le seul problème, c'est parce que vous m'avez un homme des croyances. Il faut le non, un homme qui est très malade parce que ma mère a des lucides, un homme qui est très malade parce que mes parents m'ont brûlé là, un homme je peux pas parce que ma vie est dans la merde, un homme qui est très malade. Et en fait, finalement, la seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir l'envie. C'est un mec. À partir du moment où tu as l'envie, ou à la belle quand tu es big girl, tu peux tout faire dans la vie, tu peux tout apprendre dans la vie. Et tu vas toujours grandir et tu vas trouver les solutions pour le faire. Très tout le monde peut se lancer. Surtout aujourd'hui, en 2021, sur YouTube, regarde comment développer son business en ligne. Tu peux commencer avec rien du tout.
Très bien. Mais très bien. Il faut le vouloir, il faut la discipline et il faut accepter de faire les choses que les autres ne veulent pas faire. Je travaille même les week-ends, je travaille même les week-ends, je travaille même les week-ends. C'est juste faire les choses que les autres ne veulent pas faire. C'est juste, il y a une liberté, les tradrines, tu la gères. Yani pour finir, qu'est-ce que la liberté pour toi? Yani où je traduis trop la liberté? Quand je dis la liberté, yani fait le domaine où je raquette d'aller. Pour moi, Anna, la liberté, c'est la vie ou le traduction, c'est d'avoir le choix. C'est Anna, pour moi la liberté, c'est j'organise mon travail autour de ma vie et j'organise plus ma vie autour de mon travail. Ça veut dire que par exemple sport un mardi à 14h, je peux faire mon sport un mardi à 14h. Si je ne vais pas faire un rendez-vous à un médecin la semaine, si il va faire mon travail, je ne vais pas faire. Si par exemple, je sais pas moi, ma mère ou là mes parents ils sont malades, j'ai le choix, je ne vais pas faire mes parents. Exactement. Si par exemple, je veux partir en vacances, Anna, sur un coup de tête, je peux partir en vacances. Mm-hmm. Alors que avant, quand j'avais mon travail, c'était la jeune femme, le patron, au film, les congés, la même de à belle fille décembre, la petite fille décembre, c'est février. Anna, c'est d'avoir le choix. Le choix de travailler dans les conditions que tu veux, avec les horaires que tu veux, et d'organiser ta vie. Très bien, très bien. Sabrina, merci beaucoup. C'était un plaisir. Des conseils. Inch'Allah, on te souhaite un bon courage et une bonne chance. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci. دونك واش رايكم قولوا لي واش رايكم في هذه الخدمه بديتوا تخمموا انا هي تضامن الحر خد اعمال حره هي اسمها نسموها الاعمال الحره تكون حر في الوقت تاعك تحر في كلش في حياتك في لي فاكونس ثاني زعما ثاني انا نمد راعي في هكاك بالخف الاعمال الحره شغل لازم ثاني الانسان هو يقدر يكون كما قالت هي بياج فخ باسكو يقدر الواحد يولي يتفنن ويدخل في ريتم في ريتم شغل ماشي مليح دونك لازم الواحد كي يبدا اعمال حره يحط باله على هذا الفخ تري بيان دونك مشاهدينا كانت معنا صابرينا بن شوبان اللي هي داخله في هذا الماركتينغ اون لين ولا البيزنس اون لين ولا ماركتينغ في لي ريزو عطات لنا شويه لي كونساي بعض النصائح اللي نقدروا بلاك نطوروا بهم في حياتنا ولا اون كومونس حاجه جديده نروحوا موضوع اخر ما عندناش اتصال نشوفوا اتصال ماذا بينا لو كان ما كانش اتصال نروحوا لموضوع كريم للأسف موضوعي اليوم هو هيك خبر محزن اليوم الوطن العربي كله نعى وفاة الفنان الكبير السوري صباح فخري ربي يرحمه الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله حبيت اليوم هيك نعطي شوية معلومات عن الفنان الكبير صباح فخري للناس يمكن اللي ما بتعرفوه مع أنه هو أغلب سكان الوطن العربي بيعرفوه صباح الدين أبو قوس من مواليد حلب 1933 هلا هو اسمه الحقيقي صباح الدين ابو قوس بس فخري كانت نسبه لفخري البارودي اللي قام برعايه موهبته فحب يسمي حاله صباح فخري لحتى يكرم الشخص اللي رعى موهبته. اوكي. درس الغناء والموسيقى مع دراسته العامه بسن مبكره لانه هو بينت الموهبه من لما كان بعمر كثير صغير اقل من 10 سنين فبلش يدرس الموسيقى مع دراسته بالمدرسه بمعهد حلب للموسيقى وبعدين في معهد دمشق. تخرج من معهد الموسيقى الشرقي عام 1948 يعني لما كان عمره 15 سنه هو كان منهي دراسته الموسيقيه بمعهد الموسيقى الشرقي يعتبر من اهم اعلام الغناء العربي اشتهر بانحاء الوطن العربي والعالم وتم تكريمه بمختلف دول العالم مو بس بالوطن العربي طاف العالم بموسيقى القدود الحلبيه وتربع على عرش غناء القدود الحلبيه حطم الرقم القياسي هذه المعلومه انا ما كنت بعرفها وجدا جميله حطم الرقم القياسي لما غنى بفنزويلا لمده 10 ساعات من دون انقطاع بعام 1986 10 ساعات من دون انقطاع سجل ما يقارب من 160 لحن ما بين اغنيه وقصيده وموشح وموال غنى على اهم مسارح العالم منها قاعه نوبل للسلام بالسويد قاعه بيتهوفن بالمانيا حصل على العديد من الجوائز كمان بنذكر منها الميداليه الذهبيه لمهرجان الاغنيه العربيه بدمشق جائزه الغناء العربي من دوله الامارات وشغل منصب نقيب الفنانين في سوريا لاكثر من مره هلا حقيقه الفنان صباح فخري هو مو بس موجود بذاكرتنا يعني لما بسمع انا قدك المياس اكيد ما بعرف شو بدي اقول لك يعني حاسه بتتحرك ودمنا بيرقص مع القدود الحلبيه اللي بغنيها اكيد هو قام الاستاذ الكبير صباح فخري
والله يرحمه يعني هو اليوم نعوه صباحا، بس اغانيه اكيد والموسيقى تبعه راح تضل موجوده لاخر المعموره لاخر يوم على هاي. سبحان الله، احنا كان لنا شرف وين فوتنا تماما من حكينا وثلاثه ما حكيت عن قصيده الخمار الاسود تماما. هو توفي في سنة 88 سنه، اليوم فقدنا اكيد في سنة 88 مش فقط الساحه الفنيه العربيه لكن العالم بأسره فقدوا، لانه اغانيه ما تقدمت وما تسمعش فقط كفيروز ربي يطول في عمرها، فيروز تسمع في ارجاء العالم. نفس الشيء بالنسبه للفنان القدير صباح فخري، ننعيه مش فقط سوريا، ننعيه ايضا من الوطن العربي فيه وننعيه نفسنا. اكيد هو من جيل الفن بشكل عام، لانه صح. هو يعتبر من اهم قامات الفن، قامات والجيل الذهبي تاع الاغنيه العربيه، وين يعني دروك الان ما كانش نفس المقام تاع صباح فخري، و هذاك الجيل نظن مبقاش بزاف، بقات فيروز و يعني اللي مازال على قيد الحياه و... اكيد الله يطول بعمره على ان شاء الله فيروز. إن شاء الله. انا حبيت انه هيك نسمع كم اغنيه من ياريت. اكيد من كم اغنيه راح نسمع اغاني طويله، بس راح اسمعكم مقاطع من اهم اغاني الاستاذ صباح فخري، نسمعهم مع بعض. الله يرحم الكبير صباح فخري، ربي يرحمه، ندعو لروحه بالرحمه والمغفره، وبنعزي اكيد كل معجبين ومحبين فن القدود الحلبي وكل محبين ومعجبين الاستاذ صباح فخري الله يرحمه. وكريم منك نروحوا الاتصال. الو مساء الخير. الخيرات. مساء الانوار. مساء الخير. كن معنا من وين؟ مساء سميرة من نجاوس. مرحبا بك سميرة. اجي سميرة الانوار ممزوج بالاصاله الجزائريه والشهامه السوريه. وي سميرة عيطت اليوم سبيسيال مع رجل ما انا الواقع البارح. شوفي نعتذر على الانقطاع تاع البارح. ها معليش يا والله سي دوماج. عباكي سميرة خليتي لنا القصه في النص. تمام. جدك كان يحكي لك ولا الاب تاعك نسيت؟ الاب تاعك كان يحكي لك وقال لك تماك عندكم في نقاوس ماذا بيا لو كانت تكمليها لنا هكاك. لما كان عمره 18 سنه وكان في معركه. تمام. متذكر التفاصيل ومتحمس اسمع الباقي. تحيه للاخ كريم في وفاة الفنان الكبير صباح فخري. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضلي يا سميرة. كملي لنا القصة سميرة. تفضلك واش نحكي؟ واه. احكي لنا واش حبيتي، قولي لنا باغيزومبل. معليش خلينا البارح بالك الحكايه انقطعت المكالمه، لكن اليوم خيرنا مواضيع اخرى، يعني ما باليش اسكو شتيهم اسكو عجبوك. شوفي ما عنديش الحكت يعني متاخره، ما باليش الموضوع اللي درته في البدايه. خلاص مالتك حتى تدخلي مع سوجي تاع مانا اللي حطيتي. شوفي المواضيع الاولين ما سمعتيهمش سميره. الحكت دوكا مع اللي صباح فخري، بصح الموضوع الاول لا. اوكي الموضوع تاعي نلتحقوا دوكا بالموضوع الثاني. موضوع كيف ندخلك مع موضوعي سميرة. سميرة تعرفي قصة الحب العذري اللي مروا بالجزائر؟ قصة الحب؟ العذري، تعرفي قصة غوميو وجولييت؟ نعرفها هي. وعنتر وعبلة. عنتر وعبلة، بوسين بوسينة وكوساير. قيس وليلى. تعرفيها؟ وحيزية وسعيد. جمال ومليكة. وحيزية وسعيد. ايه. سمعتها مؤخرا يعني كانت. هلا دوكا الهضرة تاعنا لحقنا ديالنا، تعرفي هي حيزية وسعيد. هاي نسمع بيهم. ما عندكش هكا ملخص، ما تعرفيش شوية على قصتهم. مش بزاف يعني، بصح نحب نعرف. اوكي، تحبي تقعدي معنا ونحكيو على قصة حيزية وسعيد، ولا تنقطع الاتصال وتقعدي تسمعي معنا؟ لا لا معليش خلي هاني مستمرة معاكم. مرحبا. هي لا سميرة تجيك غالية. الله تفضلي بقاي معنا سميرة. الله تعيشي يا اختي العزيزة. يعيشك مرحبا بك. ربي يخليك إلى اللقاء. حيزية وسعيد ليكيب، شكون فينا ما يعرفهاش؟ نظن انه إكرام ما عندكش خلفية كبيرة على هذه القصة، انك شفتك بلاي لايف. الو يرتبط قصة حيزية وسعيد اللي هي من أشهر قصص الحب العذري بالجزائر. أوكي. بنت ولد عمها. حيزية كانت من عائلة جد مرموقة كما رانا نشوفوا، كانت من أجمل نساء قبيلتها. ولدت حيزية بوعكاز ابنة أحمد بن الباي في عام 1855 بالقرب من سيدي خالد. من كان ولاية بسكرة، بلدية سيدي خالد الواقعة ولاية بسكرة. بلادي لازم. جنوب الجزائر في حاضنة بدوية، حاضنة بدوية يعني كما كانوا يعيشوا بكري وما زالوا متواجدين في الوقت الحالي. أوكي. البدو اللي يعيشوا في الخيم على برا، وهي قبيلة دواودوة. دواودوة هذه قبيلة معروفة في المنطقة. التي بدأت على الترحال بين موطنها الأصلي ومنطقة بازي بسكرة نواحي مدينة العلمة ولاية الطيف. بعدها تعرفت حيزية لوقت سن معين الوالد تاعها ربى ولد عمها كان مركز معايا هنايا. راني نشوف فيك في الرتور علامة غاية.
المخرج امير راه يدير لك ديبلون تاع كي دايرين راني مستمتع. صحيت امير. الوغ حجيجه كانت عندها علاقه من الصغر مع ابن عمها اللي رباه والدها بعد ما توفى الوالد تاعو، عمها توفى رباه، مي هو ما كانش عارف والدها انه حيجي يوم من حجيجه حت تغرم، والعكس ولد عمها سعيد اللي رباه. كان كل ما يجوها خطابه ترفض من فرسان و الشخصيات المرموقه بالمنطقه، الامراء والشخصيات اللي معروفين في البلد عييت منهم كامل البنات هذاك الوقت، وهي من زينه البنات في وقتها، من المفروض انها تتزوج واحد منهم لكن كانت ترفض في كل مره. معليش غير نسقسيك قبل ما تكملي، اسكو الصوره اللي انا نشوفوا فيها هي صوره حجيجه؟ هي صوره الحقيقيه. لا هي صوره حجيجه، الصوره الحقيقيه حجيجه. كانت جميله على كل حال، كانت من جميلات عصرها. لكن مع الوقت تكشفت السر انه حجيجه وسعيد كانوا يحبوا بعضهم، وهذا السبب اللي خلى حجيجه ما تتزوج. عرفت كيف ضحكتي كذا؟ هنا الحب ولا والو والله تفكرت حياتها برك. الله. بعد ما تكشفت القصه في بسكره، بسكره كما كامل المناطق اللي نعرفوهم حنا في الجزائر وفي وطننا العربي، كاين هذيك المحافظه، عائلات المحافظه والمناطق المحافظه، فترفضت فكره انه تتزوج ولد عمها لانه كانت عايشه عندهم ورباها باباها، وفي نفس الوقت كان من المفروض انها هي تتزوج من فرسان المنطقه، ما تتزوج شخص بسيط وان كان ابن عمها. لكن باعتبار انه العائله محافظه فاجبر الاب، شكنه حس انه انكسر ظهره، مجبور انه يزوج بنته بنت عمه اللي هو من الاساس رافض انه يزوجه بها. تزوجت حجيجه بسعيد، لكن المشكله مبروك عليهم. اغلب قصص الحب العذري ولا قصص الحب اللي نعرفوها بوطننا العربيه والعالم كله ما يتزوجوش، لكن في قصه حجيجه وسعيد تزوجوا، هذه صوره يقولوا انها صوره من العرس، او يمكن هي ما نظنش انايا، صوره من تقريبيه من فيلم اكزاكتومون تقريبيه، صوره تقريبيه تشبه للوقت اللي كانوا تزوجوا. هما تزوجوا لكن مده زواجهم بقات 40 يوم. أوكي. وتزوجوا مجبورين، هما حابين يتزوجوا لكن العائلتين ولا العيله تاع الاهل، عيله الوالد تاعها اجبر انه يزوجها بها. لكن النقطه اللي صارت انه بعد الربعين، في الربعين هادو حجيجه توفات، كاين اللي يقولوا انه تم تسميمها في خلال رحلتها، لانهم كانوا اهل رحل كل مره ينتقلوا من المنطقه لمنطقه. دامت 40 يوم لانه توفات عاشت معها 40 يوم، تزوجت مده 40 بعدين توفات، بعد ال 40 هذيك تزوجت. نعم قعدوا كيف كيف، لكن في الربعين هذوك كاين اللي يقولوا هي مرضت مرض خبيث، الاغلبيه يقولوا انها مرض خبيث، وكاين اللي يقولوا هذا قبرها، وكاين اللي يقولوا انه تم تسميمها، وكاين المشكله انه يقولوا تم تسميمها من والدها ولا من والدتها والاهل تاعها، لانهم كانوا رافضين فكره انها تتزوج بابن عمها فسمموها. وكاين اللي يقولوا انه سعيد، هذه شائعه ما نظنش انها صح، يقولوا انه سعيد هو اللي قتلها لما في مره من المرات كانت خارجه باش تشوفه، وكانت ملتمه على شكل راجل فغلط فيها وقتلها. لكن هدية ما مات معتها، وسألت عليها في العيلة قالوا واردة، لكن الأغلبية يقولوا أنه تم تسميمها أو ماتت، يعني ما كاش رسمي على وجه ماتت. وحزيات غنوا بها بزاف، غنوا بها الشعراء كثار. ابن قيطون، ابن قيطون هو اللي كتب الأغنية ولا كتب الأبيات الشعرية بعد ما سعيد، بعد الوفاة سعيد راح ليه وبدا يترجاه انه يكتب له، كانوا يحكي بحرقه على القصه تاعو واش صارت له، ما قدرش يكتب الابيات لانه مش شاعر، فنسبها لبن قيطون، عطى له المقاطع واش هو حاب يحكي واش كان يقول وقتهم. تعرف شعراء ولا اشخاص عايشين في هذاك الزمان كلهم عندهم هذيك الحنكه وهذيك الاسلوب واتزان في الكلام، الكلام الموزون، فعطى له مقاطع منهم، وبن قيطون هو اللي كتب الاغنيه. مش عارفه اذا تعرفيها دوكا، عندك هكا فكره دوكا؟ انا نعرفها الاستوار في راية البنات. رايحين نشوفوها، نشوفوا ايضا صوره لفيلم احد الافلام اللي قدم لقصه حجيجه. بعدها ماتت حجيجه في ربيعها 23 عام 1878، ودفنت على بعد امتار من دار حفيدي خالد. اما سعيد فقد استلم عمره، ربيع عمره، بعدها باعوام. انا اشوف بعدها بصورة. اصبحت مدينه سيدي خالد من بسكره بوابه الصحراء الجزائريه، حيث ولدت حجيجه مزارا للسياح والعشاق الذين يقصدونها من العراق، سوريا، من بلجيك، ومن كل ارجاء العالم. يعني اي واحد يروح للمنطقه الصحراويه بوابه الصحراء لازم بسكره لازم يجوز على سيدي خالد باش يشوف ضريح العشاق، لانه بين قبرها وقبر سعيد مش بزاف. قصه محزنه، قصه محزنه. خلد هذه القصه لم تكن قصه حزينه فقط، لكن تم تخليدها من العديد من الفنانين. اولهم كما قلت دي شونسون اكزاكتومون، غناها خليفه احمد، غناها عبد الحميد عباس قبل خليفه احمد، ومورها الازهر جلاني، غناها المرحوم اللي توفى مؤخرا رابح درياس الله يرحمه، غناوها الكثار من الفنانين. وكاين ايضا
شخصيات عربية، كان شاعر فلسطيني كان أيضا عنده قصة غرامية مع حبيبته، فلما دخل الجزائر وسمع بالقصة هذه في الوطن العربي قرر أنه يكتب لها أبيات شعرية بعد ما زار ضريحة أيضا في بسكرة، هذا في عام 1986، وظلت قصتها تلهم الأدباء والشعراء والكتاب إلى غاية اليوم، حيث أصدر الروائي الجزائري الزهر البتاري قبل سنتين رواية بعنوان حيزية عفوا أميرة حب الزيبان، بنت الزيبان، لانه منطقه الزيبان بسكرة. على ما اظن كاين اغنيه رايحين نسمعوها ولا نظن انه عندنا مقاطع من الاغنيه يقولوا لي انا خلعتني اكرام ما حسيت فكره الاغنيه وينها نسمع مقاطع من اغنيه حيزيه. هذه كانت أغنية من أجمل الأغاني، أنا نحبها بزاف، حفظتها للشاعر بن قيطون اللي غناها المرحوم خليفي أحمد، لكن هذا الشائع في القصة. أما مؤخرا فقام الكاتب ونسي العرج، وسيني العرج عفوا، الكاتب عفوا وسيني العرج اللي خرج بمقولة جديدة وبأفكار جديدة بعد ما زار قبر حيزية، وبعد ما قام بزيارة المنطقة سيدي خالد ولاد جلال وبسكرة، والعلماء باش تكون عنده فكرة عن خلفية هذه القصة. وسيني العرش قال انه القصة هذه قصة خيالية بين سعيد وحيزية، وانه بطل هذه القصة كان بن قيطون اللي ما قدرش يبوح بحبه الحيزية. تسمى ديتينا كونترافي. لا صحيح، هذه مقولة وسيني العرش. صح. كان قدم كتاب وبدا يكتب فيه على تما. بغيتي تقولي باللي البطل مشي هو شاف البطل الحقيقي والمعروف بالمنطقة هو سعيد وحيزية، لكن قلت لك انه وسيني العرج بعد ما زار المنطقة كان قام بتحريات وابحاث حول المنطقة، وشاف على حساب رأيه الخاص، ومش عارفة اذا كان رأيه هذا صحيح ام لا، يقول انه بن قيطون هو كان بطل هذا القصة ومش سعيد، سعيد هي شخصية خيالية شافها هو من مخيلته. على حساب بن قيطون كيفاش كتب لي بارول اي فيها الشك شويه. كتبهم بطريقه يعني رائعه. موضوع هاي كملي يعطيك الصحه. مازال كملت الاسطوره. نظن انه خلاصت قصتنا للهال. يلا في كانت حيزيه وسعيد. يعطيك الصحه. انا اليوم عرفت لا فيغيتي، انا اليوم عرفت هذه القصه ما كانش. هلا انا سمعتها من قبل للقصه، بس انا سمعتها طبعا مثل ما قلت لك بالنسخه الثانيه. لكن هي قصه لانه هو قتل لانه كانت ملثمه وما شافها منيح. صح، هي قصص متضاربه، لكن تقعد قصه سعيد وحيزيه من اجمل قصص الحب العذري بالجزائر. وفي شيء جميل هلا ايضا انه معنا تليفون. مرحبا. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الورد. مساء النور. مساء الخير كريم. اهلا وسهلا. مين معانا ومن وين عم تحكينا؟ نجاة من تيالت. انا ما سمعت الاسم. سمعنا غير تيالت. الاسم ما سمعناش مليح. نجاة. نجاة. نجاة من تيالت. فيك يا نجاة. مساء الخير، كيف راكم؟ لاباس. لاباس غاية نجاة. وانت يا وناس تيالت كراهم؟ الحمد لله، اللي فرحانة بزاف راني نهضر معاكم. الحمد لله. قولي لنا نجاة، حتى دروك في سويعه لايف رانا قريب نكملوا، باقي غير الموضوع. وين هالموضوع اللي تبعتي وعجبك شدك من المواضيع اللي هضرنا فيهم؟ موضوع حيزية وسعيد. ايوه اكيد. هذا المواضيع الرومانسية اكيد بتشد المتابعين. انت عم تتابعينا كل يوم صح؟ ايه يوميا. ان شاء الله يكون عجبكم البرنامج ويكون خفيف عليكم. لا البرنامج شباب بزاف، وشويعه راهي بينا قليله. قليله ان شاء الله ان شاء الله راح نجيكم فيها. باش توحشونا باش توحشونا. ساعه ونص لايف. صح. شوفي نجاة، هما في بسكرة عندهم حيزية، وحنا في الغرب عندنا مرت عمر. ويقولوا عليها. هذا موضوع هيك. واه على بالي. برك باش. انا ما عرفت هي القصه. هذه قصه ثاني تقريبا نفس الشيء مع. نفس الشيء ماشي بعيد على حيزية وسعيد. تعرفي هالقصة مرت عمر ولا ما تعرفيهاش؟ لا ما نعرفهاش. في الاعداد القادمه راح نعرفك بها. منال حتحكيها لنا ان شاء الله. 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 نجاة. وش المواضيع اللي تهمك اكرام؟ نجاة. نجاة واكرام. ما سمعتي؟ وش المواضيع اللي تحبي انهم نمدوهم لكم في سويعه لايف؟ انا نحب المواضيع الرياضيه. نجا نجا ما احنا توحشنا اكرام تجيب لنا دي سوجي تاع سبور. قولي لي نجا، تبعتي شويه لي سوجي تاع سبور اللي جبتهم في الاعداد السابقه مواضيع رياضيه؟ ما سمعتي؟ قلت لك اسكو تبعتي المواضيع الرياضيه اللي جبتهم في الاعداد السابقه؟ لانه جبت شويه مواضيع رياضيه، ما باليش اسكو شفتيهم ولا لا. شفتهم شفتهم، تاريخ كره القدم وكاع شفتهم. خير يا راكي تلميذه نجيبه.
نجاة يعطيك الصحة على المكالمة تاعك، ولا عندك إضافات تفضلي قوليهم لنا، ولا كي حابة تقولي لنا كاش حاجة؟ لا، تحية لكم كاع كاع اللي كيف في علاج. تحية كبيرة ليك. لطفي وإيمان. تحية كبيرة لزميلتنا إيمان جنادي ولطفي عيشوني اللي راهم في صباح الشروق، وتحية كبيرة ليك أنت وكامل ناس تيارت، وتحية كبيرة لكامل ليكيب اللي راهي سهرة على نجاح برامج الشروق. شكرا لك نجاة. إلى اللقاء. والكلمة إلى كريم باكور. وصلنا للموضوع تاعي. ختامها مسك معك إن شاء الله. إن شاء الله. بون، باش نعطي الكلمة لروحي عاد ندير هكا. عاش اللحظة مع روحك. ها، عاد عندي كلمة. ألو. اليوم اختاريت موضوع خفيف بصح والله والله بزاف مهم. الو نتوما راكم معايا زملائي، كونسونطريو معايا، وحتى المشاهدين ركزوا مليح مليح، خاص باسكو انا المعلومات اللي راني جايبها اليوم انا ما كنتش نعرفها صح. خلعتني حول الاكل تاعنا. كاع احنا في الديار يبقى لنا الاكل كل يوم، ونعرفوا باللي المنزل الجزائري دائما كيبقى فيه الاكل، الام تعاود يتسخنوا يتعاود كيما نقولوا ديروا في الاطباق الاخرى ريسيكلاج كيما قلتي. بون، ولكن انا لما قريت كنت نقرا على هذه الامور، تلاقيت باللي كاين اكلات وكاين خضر ما لازمش تعاود تتسخن. لما تسخنها راح تولي مضره ومسامه، احيانا تؤدي حتى للسرطان. وحنا هاد الحاجه اللي خلعتني في الموضوع هذا انه جميع الاكلات هذه اساسيه في البيت الجزائري. تما رانا ديجا مسخنينهم وعاملينهم ناكلوهم ناكلوهم بزاف. احنا نبداو. بون، كاين الخضروات الغنيه بالنترات، خضر كيما اللفت كيما الزروديه كيما السبانخ السلق، هادو يقولوا باللي ما لازمش نعاودو نسخنوهم بعد ما يطيبوا. لازم اذا بقاو لنا يا ناكلوهم باردين ولا خلاص ما تزيدش تعاود تسخنهم، لانه يقول لك كيما بار اكزومبل في السلق يقولوا على مستويات مرتفعه، عنده مستويات مرتفعه من الحديد، وبالتالي فان اعاده تسخينها سوف يؤكسد الحديد الموجود بها، وتسبب اكسده الحديد في تولد الجذور الحره الخطيره التي تسبب العديد من الامراض مثل العقم والسرطان. تخيلوا خاصة عبك العقم والسرطان، زوج 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 امراض واعرين بزاف. بون، هذه كما يقولوا في الخضر والخضروات اللي فيها النشرات. اوكي، نروحوا للرز. الرز احنا كاع ناكلوا الرز سيتو في المشرق العربي. الرز ثاني الرز نسخنوا أكثر من مرة. نعم، الرز يتسخن أكثر من مرة، وهذا شيء مضر بالصحة. يقول لك يندرج الرز تحت قائمة أطعمة يجب عدم تسخينها، عدم إعادة تسخينها، وذلك وفقا لوكالة معايير الأطعمة أفسيا، حيث يمكن أن يسبب تسمم غذائي، ويرجع ذلك إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى البكتيريا العصاوية الشمعية، والتي يمكن أن تتكاثر إذ ما تم تخزين الأرز المطبوخ بالشكل الصحيح أو تم تخزينه لفترة طويلة. ثم ماشي حتى غير إعادة تسخينه، مام كيكون طايب وتخزنه لفترة طويلة تنبت فوقه هذيك البكتيريا، وهذه البكتيريا واعرة بزاف وين دير تسممات غذائية. دونك راكم تفرجوا فيا، الرز على بالي بزاف اللي طيبوا الرز، كي تاكلوه كلوه على ضربه ما تخلوهش باش ما يطلع والو. الو، الاكل اللي مور هذا الرز، البيض. يا سلام، يا ولد المشكل كريم، اليوم كليت ماسيدوان جاب لنا قال ماسيدوان نو ماسيدوان بارده، ماسيدوان بارده 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 قال لك عندها 6 ايام برك. البيض يقول لك البيض يعد البيض من الاطعمه المفيده، حيث انه مصدر جيد للبروتين، هذه معروفه، ومع ذلك يمكن ان يسبب البيض المطبوخ او المسلوق اضرار صحيه عند تعرضه للحراره بشكل متكرر. يعني لما تطيبوا ويبرد ما تعاود تسخنوا راح يولي حيث ما مغليش بونس با يعاود يسخن. كاينين اللي يبغوا ماكله حاميه يسخنوا، كاينين صافي يسخنوا باغ اكزومبل بيض يديره في الفريجيدار يسخنه باش ياكله حامي. هذا يديرها كان جديد لا انا البيض ناكلها ما اصلا ما نخليهش. الو، قال لك حيث يحتوي على نسبه كبيره من النيتروجين، وقد يتاكسد هذا النيتروجين نتيجه اعاده تسخينه، مما يزيد مخاطر الاصابه بالسرطان، ولذلك ينصح بتناول البيض بمجرد طهيه ولا اخضر، وفي حاله الاحتفاظ به لتناوله في وقت لاحق لا يجب اعاده تسخينه. هذا البيض. نروحوا للاكله اللي موراها. يا درا اكله ما كانش مستحيل ما تصيبهاش في البيت المنزلي. بطاطا. الدجاج. الدجاج ما تسخنش. الدجاج صح ماشي مليح، وما يجمش يطيب نص طياب. الدجاج ينصح بعدم اعاده التسخين، ما لازمش يطيب نص طياب، وما لازمش تعاودي له تسخن. صح، لافيون نورمال. لافيون نص طياب. على بالكم باللي انا شفت بزاف بزاف ناس يروحوا للسبيطار وليزيرجونس والاستعجالات الطبيه على جال الدجاج،
يمكن بالك إعادة تسخينه. ونقطة مهمة هنا تاني، الناس اللي تبيع الدجاج برا ما تقدرش تعرفوا إذا طاب البارح وراهو عاود سخنه وراه يطيب فيه ولا طايب جديد. دونك ان شاء الله برك اللي يبيعوا الدجاج واللي يبيعوا الدجاج محمر يكونوا نزهاء وما يغشوش. يقول لك ديجا يبس يا اخي كيف نعطيك 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 حاجه يديروها في الريستورون بالك ما تعرفيهاش، لما يريح الدجاج في الليل يبقى سيبو ريستورون واش يديروا؟ يديروه غراتان، يفتوه ويديروا يزيدوا فيه البيض ويزيدوا فيه الفرماج يديروا شويه فريت يدخلوه في الكوشه ويولي غراتان ويولي جديد. ولكن الدجاج كان طايب وإعادة تسخينه هنا راهو ولا خطر على انا اللي غراتان تاع الدجاج غير نزيد ناكل صايب. الوغ هذا الدجاج نروحوا أكلة أخرى. الله أكبر على هذه الأكلة يا مشاهدينا الكبار. بالك تجيبوا غراتان تاع الدجاج وتمدوا البوباكور، بالك نشوفك الدوق، بالك لا طيبه وحدي في الدار. الأكلة اللي راهي جاية أشهر أكلة عند الجزائريين. طعام؟ نو أش عندها لي فان هذه في الجزائر؟ عندها لي فان بزاف. كان جات بطاطا شوف كان جات دارت انستغرام اللي عندها 45 مليون ابوني باسكو قلت لك قبلها البطاطا. تخيلوا باللي البطاطا ما لازمش تعاود تسخنها. تعد البطاطس من مصدر هام لعده عناصر غذائيه مثل الفيتامين بي، بوتاسيوم، فيتامين سي، فيتامين جيم، ومع ذلك فانها تعد ضمن اطعمه يجب عدم اعاده تسخينها لان ذلك قد يؤدي الى تكاثر نوع من انواع البكتيريا المسببه للتسمم الغذائي وهي البكتيريا المطفيه الوشيقه. بون حنا هذه الاسماوات انا ما نعرفهمش، ولكن هذه البكتيريا مضره بصحه الانسان ويقولوا باللي البطاطا لما تقشرها وتقطعها باش تخليها تنقلى حتى درجه الحراره تاع المنزل ما لازمش تخليها بزاف في هذيك هكذاك مقشره لانه هذه البكتيريا تقدر تتطور في هذيك درجه الحراره. ما حتى لو الفريغو نورمال تقطعها وديرها في الفريغو لازم تكون درجه الحراره بارده لانه درجه الحراره عاديه نقولوا 20 19 20 درجه تبدا هذه البكتيريا تتطور ومشي مليحه للمعده تاع الانسان وتقدر دير تسمم غذائي. واه عم يتصوروا معها الناس. الو بون هذا الاكله اللي راهي جايه ولا يعني العنصر اللي راه جاي للدروق ما ياكلوش بزاف الناس مؤخرا ولا الناس ولا ديروه هو الفطر لي شامبينيون. من اهم العناصر في كل الطبخات بالنسبه لي. اسمح لي احنا ما ناكلوش الفطر. بون الفطر ثاني ما لازمش نعاودوا نسخنوه مالوغوزمون ماناش حنقدروا على الفطر. تما نسمع في لابريسيون خلينا نكمل لكم هذه. بون فريمون والله ما نقدروا قال لك لا غالي حقروني خلاص حقروني كريم كلهم صوموا وخلاص. يعطيكم الصحه ليكيب مشاهدينا الكرام، يعطيكم الصحه اللي تبعتونا مره حتى الان. غدوه نفس الموعد نفس القناه نفس البرنامج في على ديك. كيف هذه؟ كيف ما نقولكمش الى اللقاء غدوه نعاود نكمل لكم الموضوع.